رسالة بولس إلى فيليمون، الأصحاح الأول. من بولس سجين المسيح يسوع ومن أخينا تيموثاوس إلى فيليمون عزيزنا ورفيقنا في العمل، وإلى الكنيسة التي تجتمع في بيتك، وإلى أختنا أبفية، وإلى رفيقنا في الجهاد أرخبوس، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح. كلما ذكرتك في صلواتي شكرت إلهي على ما بلغني من إيمانك ومن محبتك للرب يسوع ولجميع الإخوة القديسين، داعيا أن تكون مشاركتك في الإيمان سبيلا إلى إظهار كل ما نقدر عليه من خير لأجل المسيح. وكم كان سروري وعزائي عظيمين بمحبتك أيها الأخ، لأنك أنعشت قلوب الإخوة القديسين. لذلك فمع أن لي كل الجرأة في المسيح أن آمرك بما يجب عليك، فإني آثرت أن أناشدك باسم المحبة. أنا بولس الشيخ الكبير والسجين الآن من أجل المسيح يسوع في أمر ابني أونيسيموس الذي ولدته في الإيمان وأنا في السجن، وكان فيما مضى غير نافع لك فصار اليوم نافعا لك وليه، أرده إليك، أرد قلبي نفسه. وكنت أحب أن أبقيه هنا معي ليخدمني بدلا منك وأنا سجين من أجل البشارة، ولكني لا أريد أن أعمل شيئا من دون رضاك ليكون هذا الإحسان منك طوعا لا قصرة. ولعل أونيسيموس ابتعد عنك بعض الوقت ليعود إليك للأبد، لا ليكون عبدا بعد اليوم، بل أفضل من عبد، أي أخا حبيبا في المسيح، وهو أخ حبيب إلي، فكم بالأحرى إليك أنت سواء كعبد في الجسد أو كأخ في الرب. فإن كنت تحسبني شريكا لك في الإيمان فاقبله كما تقبلني، وإن كان أساء إليك في شيء وكان لك عليه دين فاحسبه علي، وأنا بولس أوفي، وهذا أكتبه بخط يدي، ولا أقول لك أنت مدين لي بنفسك كلها. نعم يا أخي، أحسن إلي في الرب وأنعش قلبي في المسيح، ولي ثقة وأنا أكتب إليك بأنك ستلبي طلبي، بل أنا على يقين أنك ستعمل أكثر مما أطلب منك. وما عدا ذلك فاحجز لي مكانا لإقامتي، لأني أرجو أن يستجيب الله لصلواتكم فيردني إليكم. يسلم عليك أبافراس السجين معي في سبيل المسيح يسوع، ومرقس وأرسترخس وديماس ولوقا رفاقي في العمل. لتكن نعمة الرب يسوع المسيح مع روحكم.